استاذ رجب شحات رئيس شعبه الارز او الرز بتعبيرنا المصري في غرفه الحبوب باتحاد الصناعات المصريه. اهلا بيك مره ثانيه يا فندم. اهلا استاذ يوسف، ازاي الصحه؟ كله تمام بقى. احنا كنا حالا اهو لسه كنا بنتكلم مع علاء بيع عز امين عام اتحاد الغرف التجاريه، وقال لنا انه السعر تقريبا في المعبأ 5% كسر، يبدا ب 27 يعني 26 95 قرش، ويفضل طالع لحد ال 1% كسر لحد 35، وقال لنا انه في احتمالات انه الاسعار كمان تقل عن كده تاني بس قدام شويه. احنا نتمنى ان الاسعار كلها تنزل استاذ يوسف، مفيش مشكله خالص، احنا نتمنى. بس هو في هو ربما هناك لبس النهارده، الرز السائب رفيع الحبه في المضارب ب 26 جنيه، يعني ب 26 اللي هو الرز ال 10 12% كاسر وال 5% كاسر، ده بيعمل حوالي 26 وربع 26 ونص، ده سائب يعني 25 كيلو. اي تعبئه النهارده 1 كيلو بيكلف المكان اللي بيعبي فيه او المضرب على طول بيكلفه حوالي 2000 جنيه للطن، يعني بيقف لو ب 26 بيقف من 28 ل 28 ونص المعبأ 1 كيلو الرفيع الحبه، وده حضرتك يباع للمستهلك ب 30 31 حسب المكان اللي هو فيه او حسب الموقع اللي هو فيه. يعني لكن النهارده السائب في المضارب او بيشتري التاجر الصغير او السوبر ماركت بيشتري ب 26 جنيه، ده سائب 25 كيلو للشكار. انا يعني الدكتور عز فوق راسنا من فوق، بس هو ربما هناك لبس يعني. وبعدين الرز السلعه الوحيده اللي لم يطرق عليه اي زياده من العام الماضي، لان هو ما تاثرش بالدولار ولا بتاع الرز اساسا كان ليه دخل بالاسعار اللي زادت خالص. الرز لا، بس الرز كان ساعات يظهر وساعات يختفي وساعات نلاقي سعره ضرب في السماء وساعات سعره ينزل. الرز السنه دي موجود، الرز عريض الحبه بقى حضرتك، ايوه عريض الحبه ده ب 27 جنيه ل 28 جنيه حسب درجه الكسر فيه. وعلى فكره الكسر ده ما بيزعلش، يعني 10% 12% زي ال 5%، كل ده يعني حاجات لا تؤثر على المستهلك بشيء، وربما هو ما بياخدش باله. يعني لو الرز نظيف وكويس والمظهر التجاري بتاعه قدامه هو ملوش دخل بالكسر. الكسر ده بيخاطب طبقه قليله جدا جدا من المواطن وبعض شركات بسيطه جدا اللي بتشتغل فيه اللي هو ال 5%. احنا ما عندناش 1% كسر ولا عندنا كمان 3% كسر، احنا عندنا يعني 5% وبعض شركات بتوصل ل 3 ل 5%. ده حضرتك ب 27 ل 28 اللي هو حسب درجه الكسر بتاعته، ده سائب 25 كيلو. المعبأ بتاعه حضرتك من 29 ل 30، يعني المستهلك بيكون ب 32 ل 33 المفروض لا يتعدى ذلك، وعلى ما اعتقد هو بينباع النهارده في الاسواق بهذه الاسعار. طب ده كلام مش بعيد قوي عن الكلام برضه اللي قاله علاء بيه، يعني قريب احنا بنتكلم في تقريبا يعني في نفس الاسعار. يعني هو بيقصد ان هو في المضارب ب 26 جنيه، في المضارب ب 26 جنيه، ولكن السائب ده رفيع الحبه، عريض الحبه من 27 ل 28، وفي حاله التعبئه 1 كيلو بيزيد 2000 جنيه للطن. يعني 2 جنيه على الكيلو تقريبا. مظبوط يا فندم. مش ناويين ننزل السعر عن كده شويه كمان؟ والله حضرتك يعني انا يعني هو توقعات ان هو ينزل، يعني ممكن، لان احنا داخلين على فتره زراعه ارز. يعني احنا داخلين على فتره زراعه ارز. احنا يعني هيكون في نوع من سحب التقاوي شويه، فاحنا نتمنى ان الاستقرار ده يستمر لحد الفتره اللي هي يعني هتكون في حدود من 15 ل 30 يوم، دي فتره الزراعه. بعد كده خلاص احنا بيبقى عندنا امل، لان احنا بيحصل عندنا بشائر في 15 اغسطس من الرز. بس احنا اللي بنطلبه عن طريق برنامج سعادتك ان عاوزين تشريع، لان في تحريك جامد جدا 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 على رفع الاسعار، مش الارز بس، الارز والفاصوليا والفول. تتخيل النهارده ان ارداب الفول اللي هو الفول الممتاز السواي ب 4000 جنيه تقريبا، النهارده في ناس على الفيس بتكتب ان هو ب 7 و8000 جنيه. يعني احنا لازم يكون في تشريع وتجريم لهذه المحرضين اللي هم يعتبر خطوره اكثر من الاخوان او شبيه للاخوان، وربما يكونوا هم كمان يعني اللي قايمين بهذه الادوار
انهم بيحاربوا الدوله عن طريق الفيس، ومعروفين للاسف الشديد انهم معروفين يعني، وناس موجوده داخل يعني في وسطنا. احنا نتمنى ان طالما معروفين يبقى هيتجابوا، دي ما تقلقش يعني. طالما ان احنا نطالب بتخفيض الاسعار، وفي هناك جبهه ثانيه بتطالب برفع الاسعار وبتوز يعني، بتقول للفلاح ما تبيعش سلعتك، لا امسك في سلعتك، سلعتك ما ينفعش تتباع بالاسعار ديت، ما توردش وانا هاخدها انا منك من تحت لتحت، بس انت ما توردش، وبالتالي يبدا يشجع على تعطيش، وبالتالي يرفع الاسعار. هو ما عندوش استطاعه ياخد، يا ريت ياخد، لو خد هنقول والله ده راجل. لا ما هو كده كده هو ده اجراء مجرم يعني، عدم التوريد في حد ذاته ده مجرم يعني بالقانون. انا بشكرك جدا مره ثانيه استاذ رجب شحاته، رئيس شعبه الارز بغرفه الحبوب باتحاد الصناعات المصري. طيب احنا بنتمنى طبعا انه السعر يقل عن كده زي ما كان بيتكلم علاء، بنتمنى ذلك. يجوز انه يمكن الرز مع بشايره في اغسطس، نيجي على سبتمبر اكتوبر نلاقي السعر يكون نزل عن كده حبتين كمان، اهلا وسهلا، مفيش اي مشكله على الاطلاق.